قد يلبس رئيس الباراغواي فرناندو لوغو قبعة رياضية، لكنه لا يستطيع إخفاء آثار مرضه، فهو يخضع لعلاج كيميائي لسرطان الغدد الليمفاوية، وخروجه إلى العلن الآن أصبح قليلا ومتقطعا. الرئيس يتوخى الحذر الشديد لتفادي الاتصال بعدد كبير من الناس في أماكن مغلقة أو بأشخاص مرضى يمكن أن يمرروا له العدوى. وصول لوغو إلى السلطة أحدث تغييرا كبيرا في الباراغواي، فهو كان أول زعيم يساري لأفقر بلاد أمريكا اللاتينية، وإن كان غير قادر على قيادة البلاد سيتولى الرئاسة نائبه فرناندو فرانكو من اليمين الوسط، وهو تحول سيكون موضع ترحيب من قبل المعارضة. هذا مرض خطير يتطلب علاجا طويل الأمد، وعليه أن يأخذ إجازة مرضية. الرئيس لوغو لا يمكن حتى لمسه بسبب حالته الصحية، وهذا يعني أنه ضعيف جدا. سمعة لوغو أمام الناس تضررت كثيرا، فهذا الرجل الذي عمل سابقا في القماش والذي عرف بأسقف الفقراء واجه فضيحة العام الماضي بعد اعترافه بإنجاب ولد غير شرعي. وبعد عامين من رئاسة الباراغواي خسر لوغو دعم البرلمان وانخفضت شعبيته بشكل كبير، وجميع وعود الإصلاح التي أطلقها قبل وصوله إلى السلطة كالحد من الفقر والتصدي للفساد وعدم المساواة المترسخة في البلاد جميعها معلقة حاليا. لم يكن هناك أي تقدم إطلاقا في السياسة الاجتماعية، وأقل من ذلك حتى في الإصلاح الزراعي. ما زالت أمام لوغو عدة أشهر من العلاج الذي قد تحدد نتيجته المصير السياسي للباراغواي.